السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ سارة يوسف. اليوم غنوجدوا صلصة المايونيز اللي غتكون ناجحة ان شاء الله ولكل مبتدئة. غنحتاجوا في المقادير البيضة، المعلقة صغيرة ديال الخل او معلقة صغيرة ديال الخردل او لاموطارد، والزيت كيبقى على حسب حجم البيضة. غناخدوا البيضة، اهم شيء في صلصة المايونيز ان البيضة تكون طرية، يعني تكون جديدة. يعني بزاف الناس ما كينجحش لهم المايونيز بسبب ان البيضة تكون قديمة. كيف ما قلت، يا اما غنزيد لها الخردل لا مطارد ولا الخل، ولا كيف ما درت انا زدت معلقة صغيرة ديال الخردل ديال لا مطارد وشوية ديال الخل. وغنخلطها بالميكسر، يعني تقدروا تستعملوا خلاط الكهربائي العادي. نخلط هاد المواد من الاولين حتى ينسجموا، يعني ما نخلطش الزيت من الاول مع البيض. ونبدا نضيف الزيت تدريجيا، يعني الا استعملت الخلاط الكهربائي العادي غنضيف الزيت من داك الفراغ اللي كيكون في وسط الغطاء ديال الخلاط. من تما كاين غنضيف الزيت تدريجيا حتى نحصل على القوام اللي بغيت انا، يعني قوام يكون عقد ديال المايونيز العادي. هانتوما تشوفوا انه راه بدا شويه كيعقد معايا وانا كنضيف الزيت وهو كيزيد عقد. نضيفوا شويه ديال الملح، وكاضافه كنضيف قطعه جبن ثلاثة كتعطي واحد الطعم زوين للمايونيز. انتما كتشوفوا المايونيز ديالي كيجي عاقد. نتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وجيم الفيديو وتعليق محفز، وشكرا لكم وبالصحه والراحه.